نتواصل فيه معاكم بكل فرح وسعادة وبهجة من برنامجكم السارية مع مجموعة جديدة من المحظوظين اللي بنتصل فيهم إن شاء الله اليوم. ها حسن إن شاء الله تكون جاهز. أوش مساء الخير وبإذن الله بكون جاهز إذا الله كتب. جاهزين إن شاء الله بكل حماس ونتمنى أن الكل يحصل معلمية مو 300 دايركت على 500 إن شاء الله. يا رب. شوية مجازفة خلينا نقول نيلة وشوية معلومات عن الموروث الشعبي بتوصلكم إن شاء الله لها وبإذن الله. إن شاء الله يا رب. قبل أن نبتدي الاتصالات حابين أكيد نوجه الشكر الجزيل لسيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الداعم الأول للبرنامج، وأيضا الشكر موصول للجنة رياضات الموروث الشعبي وكذلك شركة بتلكو على دعمهم للبرنامج، وأيضا شركة يوسف عبد الوهاب الحواج وأولاده. طبعا ما ننسى نيلة أيضا نشكر شركة إبراهيم خليل كانو اللي قدموا لنا سيارة الأسبوع الثالث بإذن الله، ونخص بالشكر للسيد إسماعيل أكبر المدير العام التنفيذي للمبيعات بشركة إبراهيم خليل كانو. كل الشكر لكم جميعا، ومثل ما عودناكم أم هلال موجودة في العريش، خلنا نروح نشوف غبقتنا الليلة وراجعين لكم بإذن الله. مرحبا بكم، الله يمسيك بالخير خيتي. هلا مسيك بالخير والسعوده. شلونكم يا بنيات وعساكم طيبين؟ ها شو العلوم شو الاخبار؟ ما شاء الله الجذور عمرانه والعه ما شاء الله، صلت على النبي محمد. شو اقول لك؟ شو القبقه الليله؟ القبقه خير مشبوس لحم مفرك باللوم الاسود. الله اكبر. اي نعم، وردي منك بوشه روس وكراعين. اوه عندك حكي ادواء وعلى الله على الله شفوه، هذا هو بس هاي المطلوب. اي يا رب. وعقب البنات بعد بيجيبون الله يسلمك كمل البخور ذا كله بعنات رزقنا في السوق خلاص، وبخليهم بعد يكورون من يد ويديد بخور اي من يد ويديد لان خلص اللي ذاك ما شاء الله. الشاي مش اي نعم اي نعم اي نعم. ايش نسوي؟ الفركه ودقه واللومي ودث ثوب اللحم. اللحم اي نعم. يلا 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 السلامة. اللومي قال حامض حلو لومي ولا يبيعونه رحت اشتري اللومي. الله اكبر. عيل مدثث اللحم باللومي. برزي روحك اليوم. صلت على النبي محمد. يا زين طباخ البحرين وهلئ وطباخ الداعوس بعد. طباخ الداعوس عاد هذا هو ماخذ من وين؟ ماخذ من البحرين الاصيل. ايه هذا المشكله. ايه طباخ عصري مشكله هذا هو. يا تلحق يا ما تلحق عليه، من هريس من مكبوس من سيسمون القيموت من شباب لا تحكي. مسكت مطعم الداعوس. نعم خويتي أمري. كثرت القعده. حي الله منك. وقوم لي تباطوني ولدي حسن وبنتي نيلة. يا هلا ويا مرحبا، ردي عليهم السلام. السلام ردي حبيبتي. عليهم السلام حبيبتي. ان شاء الله واصل. حي الله منك. مع السلامه. حي الله منك. منكم الله. الله يسلمك. طبعاً مشاهدين مثل ما شفتوا طريقة غبقتنا الليلة في العريش مع أم هلال ونسوان الفريج الله يحفظهم إن شاء الله. آمين يا ربي. شفنا الطريقة لكن بننتظر أكيد نشوف الشكل والألوان الحلوة والأشياء طبعاً. اللي تفتح النفس مثل ما قلنا. أكيد أكيد. أي والله العظيم. لكن قبلها مشاهدينا للمشاركة معنا في مسابقتنا يتطلب منكم أنكم تدخلون على الموقع الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة وأكيد تسجلون فيه كل بياناتكم من الاسم الكامل الرقم موبايل طبعاً ورقم
الرقم الشخصي، وبإذن الله بتكونون مشاركين ويانا. إن شاء الله تكونون من المشاركين ويانا. أما الحين خلونا نشوف سؤال مسابقة السيارات وطريقة المشاركة، وراجعين نتواصل معاكم بإذن الله. رغم تقدم العلم وتوفر الوسائل الأخرى لعمليات الغسيل، لم تتغير الطريقة البدائية لغسل الثياب لدى هؤلاء الدوبية الذين تعودوا غسل الملابس في العين الواقعة في منطقة الخميس. ولقد دأب الدوبية على نشر غسيلهم إما على الأرض أو بتعليقها على حبال مربوطة إلى عصي خشبية ومثبتة بطريقة تستطيع معها تحمل رياح الشمال إذا هبت. للدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية، أرسل كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS عبر الأرقام التالية: باتلكو 94444، زين 94499، STC 88880. تكلفة الرسالة 500 فلس. يا هلا يا هلا ويا مرحبا عليكم السلام. هلا فاني يا هلابة، عدد دقات قلبي في غيابه. هالغيبة الطويلة دي ترى تأثر فينا ها، ونيلة لازم نقول لها الصراحة، ترى بيني وبينك قبل شوي قعدنا مكانك. سامحينا عاد. لا والله إيه، لأن المكان دي ما يحل إلا فيك. لا لا أرحب لكم الكرامة والحشيمة والله. يا بس على ونسينا دام بديت روحك إن شاء الله. طبعا منورتنا اليوم مهلال أكيد كالعادة، بنسولف أكيد مع المشاهدين اليوم بندخل المسابقة. بس طبعا خلونا نذكر أن سؤال مسابقتنا نيلي راح يكون عن اسم العين اللي شفناه في الفيديو، وذكرنا من قبل أن العين وايد معروفة عند الناس فعلا، ولها صيت جدا كبير. بس طبعا خلونا نقول ام هلال، طبعا العين انت عرفتها عدل ها، ام هلال كلش مو معاي اليوم، عاد عطيني وين شوي وحبيبي واللي سلمك اللي هيت يعني كل اظن صقيه لك. اقول لك العين ما شاء الله الناس بداوا يعرفون الاجابه على طول. اي حسيت الاجابات. سؤالنا بإذن الله يكون عن اسم العين. مشاهدينا حابين نذكر طبعا في المسابقة الفائزين إن شاء الله أن استلام جوائزهم راح يكون عن طريق لجنة رياضات الموروث الشعبي، إن شاء الله راح يتواصلون معاكم على طول إن شاء الله. عاد اليوم حين أنت اليوم ما سألتني عن ثيابي، بس أنا بسولف بروحي. يا سلام. إيه لأن ما سألتني عن الحمر اليوم. ما عطيتيني رفقنا إله. لا بروحي بسولف. بسولف لأن قبل نطلع على الهواء كنت مصورة، فالناس يسألوني فقلت خلي أجاوبهم اليوم مني ومن نفسي. جواب على طول. طبعاً عندي. اليوم خلاص تشوفون الزري، تعرفون من عند محمد صالح الزري. هالثوب الجميل. أكان حفاظ. والغالي عاد أم هلال. صوبك عاد أنتي. زين والزين موجود يا سلام. اي والله ما عليك زود. من وين؟ من وين ثوبي؟ ايه؟ جلبيات الشيخه تحكي على مرة. نعم جلبيات الشيخه تحكي. ايه؟ انتم بس مو الجلبيات تحكي، الناس ما شاء الله قاموا يحكون على جمالكم وطلتكم الحلوه ما شاء الله عليكم. شكرا ما عليك زود يا حبيبي. يا فديت روحكم ان شاء الله. ها ندش اجواء المسابقه على طول ونقول الو حق اول متسابق معانا ان شاء الله. بيكون معانا عادل. عادل مساء الخير. النور يا هلا. شلونك عادل؟ خير الله يطول عمرك. مبارك عليك ما تبقى من الشهر. علينا وعليكم ان شاء الله. عادل من وين؟
احنا من الرفاع. من الرفاع والنعم فيك والنعم بهالرفاع كلهم. جاهز عادل؟ جاهز ان شاء الله. بس دام جاهز على طول عن وين؟ انت قول لي الاسم عن مين؟ عند ام هلال. والديره عندها ان شاء الله. حياك الله، ما دام انك جاهز يا عادل نشوف الديره وين بترسيك. افتر يا الديره. أنا إلى تحقين السارية من البداية. يلا السارية يا عادل. يمكن تصدقين يمكن تطلع من البداية. أنا من الطول كذي أشك الصدق. تفولك زين. يلا ما عليش خير. وين الياه يا عادل؟ الياه يلا. وين الياه؟ وين هي؟ في جهة وين؟ شمال. عادل خلنا نشوف هالصورة على الشاشة قبل لا نسألك السؤال. شوف معانا هالصورة. تفضلي. طبعا هذه صورة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. يقول المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان: يا محتوي حسنات الخصال، أطباع وسلوك لطيفة، قم سولي من البن فنيال وضيف الذي تبغي تضيفه، يا نور عيني ما لك مثال ولا لي أنا دونك نكيفة، رؤياك تفرج ضيجة البال وبسمة ثناياك الخفيفة. سمعت الكلام؟ سمعت. نعم طبعا الشيخ زايد الله يرحمه في هالشعر يطلب انه يسوون له فنيال قهوة، والمعروف ان القهوة كانوا يعدونها ايام قبل في دلة وبعدين يصبونها في دلة ثانية ويقدمونها. حلو؟ لا. سؤالك يقول شو اسم الدلة اللي يعدون فيها القهوة؟ أعطيك الخيارات يا عادل؟ والله يكون زين بعد. هل هي النجدية ولا الدمامية ولا الحساوية؟ الحساوية إن شاء الله. الحساوية ثبت لك إن شاء الله على الحساوية. ثبت. تحية لأهل الحسا كلهم. فعلاً يسمونها الحساوية، وهذه 100 دينار مقدمة من شركة بتلكو. خلنا نشوف صورة الدلة على الشاشة، دلة الحساوية اللي يلقبونها أيضاً بالنوبية لأنها سودة من الدخان. لما يحطونها على الحطب حق تستوي تصير سودة، يصير لونها أسود فيسمونها النوبية. ويقول لك يا عادل الحسا حساك لو الدهر مساك. نعم. نواصل مع بعض عادل طبعا ما فيها خسارة عشان نروح حق 300 بإذن الله. تمام؟ بإذن الله إن شاء الله. يلا بإذن الله عادل. عادل إذا بنرجع حق قصيدة الشيخ زايد رحمة الله عليه، بنشوف إنه يقول مثل ما قالت نيلة قبل شوي في الشعر، حق الشخص اللي يعد القهوة ويسوي القهوة، قم سوي لي من البن فنيال وضيف الذي تبغي تضيفه. والقهوة العربية تضاف لها دائما بعض المواد علشان تزيدها كذي طيب وتزيدها حلاوة، مثل الهيل، مثل الزعفران، مثل المسمار، ويطلقون على هذه الإضافات لقب. الحين سؤالي لك عادل، شنو هو ذي اللقب اللي يطلقونه عليه على هذه الإضافات؟ أعطيه خيارات عادل. نعم تفضل. الخيار الأول الطيب، البهار أو الجناد. ثلاث خيارات وعندك 30 ثانية. عادة الواحد أبي يجند راسه بالقهوة شي يقولون؟ الجناد. يا سلام عليك. ثبت. ثبت أم هلال. ثبت لك على الجناد. فعلا إجابتك صحيحة يا الغالي، وفس بالثلاثمية. تستاهل تستاهل الغالي. الله يسلمك. بتواصل عادل؟ اي نعم واصل. توكل على الله عاد، هذا للتذكير فقط. 30 ثانية ما في هالمرة، هي 20 ثانية. وما في وسيلة يلا. مساعدة خيارات، إذا بتتوكل نروح نتوكل على الله إن شاء الله. يلا توكل. عند أم هلال بيكون إن شاء الله السؤال. السؤال نبتدي سؤالنا معك. تنتشر المقاهي في كل دول العالم وبالاسم العربي بعد كافيه، المشتاق من كلمة قهوة، طبعاً تطورت وأصبحت تقدم أشياء كثيرة غير القهوة والكافي. السؤال: أين نشأ أول مقهى في العالم؟ زين 20 يمة ثانية ما يحتاج، ترى هذا اللي نشأ فيها عاصمة عريقة وقديمة من أعرق
عواصم العالم عربية هي ومعروفة ها عربية ترى القاهرة لا بعد بعد يمها منوك يا عادل عادل طبعا دمشق هو الجواب الصحيح أول مقهى أنشأ في العالم كان في دمشق وبالتحديد سنة 1524 باسم قهوة خانة طبعا فزت معانا ب 100 دينار مقدمة من شركة باتلكو وأيضا 100 دينار من العطور الفخمة المقدمة من شركة الحواج مبروك يا عادل وإن شاء الله فرصة ثانية حق كل المتسابقين اللي راح يكونون معانا ولكن بعد هذا الفاصل فكونوا في انتظارنا في السارية للمشاركة في برنامج المسابقات السارية الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة الاسم الثلاثي رقم الهاتف والرقم الشخصي ثم الضغط على زر المشاركة مع تمنياتنا لكم بالتوفيق للمشاركة في برنامج المسابقات السارية الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة الاسم الثلاثي رقم الهاتف والرقم الشخصي ثم الضغط على زر المشاركة مع تمنياتنا لكم بالتوفيق حيانا من القرية التراثية بنتواصل معاكم إن شاء الله في السارية واتصال جديد أكيد يا نيلة أكيد معاكم متواصلين مشاهدينا ومتصلين ألو مساء الخير يا روزة روزة الحربي معانا السلام عليكم هلا ومرحبا يا روزة السلام يا حي الله مساك شلونك وشلون رمضان وياك والله الحمد لله توني مخلصة الحجر الحمد لله الحمد لله رب عليك. العالمين الحمد لله على سلامتك إن شاء الله تكونين مستعدة حق المسابقة اليوم إن شاء الله إن شاء الله أنت من وين من أي منطقة في البحرين روزة الرفاع الرفاع والنعم بأهل الرفاع إيه نعم بحالكم نبي حماس عاد حق المسابقة شوي فعليك إن شاء الله كفو كفو نروح حق أم هلال عيال حق الديرة يا هلا ويا مرحبا بك يا روزة حياك الله والحمد لله على سلامتك الله يسلمك منورة الله يسلم عمرك جاهزه يما ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ونشوف الديره يما وين بترسيج ترى يا الديره يلا يا روز نشوف الديره ان شاء الله وين بترسيج قولي قولي يا رب الساريه من عقب الحجر ان شاء الله ان شاء الله يا رب يا سلام يا رب دام طولت يمكن فيها يا سلام يا سلام يا سلام تستاهلين يا تستاهلين يا تقولوا انا ما عندي الحاسه السادسه روزه اتوقع سمعتيني جاتك جاتك حلوه ما شاء الله عشان تفرحك الساريه طبعا مقدمه اكيد من لجنه رياضات الموروث الشعبي تستاهلين تستاهلين يا روزه تستاهلين مبروك عليك ألف مبروك يا روزة هذه كانت السارية حق روزة وحين معنا متصل ثاني معنا عبد الله ألو مساء الخير يا عبد الله يا هلا مرحبا يا هلا فيك مرحبتين. مبارك عليكم أبو قيم من الشهر الله يبارك فيكم إن شاء الله وعيد علينا وعليكم إن شاء الله بأفضل من هذا الحال إن شاء الله يا رب آمين يا رب لا فاقدين ولا مفقودين إن شاء الله آمين يا رب إن شاء الله عبد الله من وين أنت من البحرين من المنامة من المنامة والنعم فيك من العاصمة اهل العاصمة عبد الله ان شاء الله مستعد حق المسابقة ان شاء الله مستعدين ان شاء الله عاد نبي حماس عاد لحظة ان شاء الله فيها نبرة عبد الله نبي ان شاء الله فيها نبرة حماسية نبرة حماسية بمساعدتكم ان شاء الله معلش باذن الله كله خير باذن الله ان شاء الله يلا نروح ها مستعد وجاهز مستعد وجاهز ان شاء الله سلام عليك يلا ما دام انك جاهز نشوف الديره وين بترسيك افتر يا الديره يلا يا عبد الله
ما تدري بعد يمكن السياريتين ورا بعض وتاخذ بعد انت السياريه ان شاء الله. يا رب تستاهل. فلياه فلياه الياء وين؟ اي عبد الله الياء وين اتجاهها؟ الياء وين اتجاهها؟ الياه وين؟ الياه وين؟ في الشمال فوق فوق. يا سلام عليك يا سلام عليك. سؤالك عند ام هلال. سؤالك يقول نلاحظ بين الفترة والأخرى تقول سيدة المنزل بروح أشور ذهبي، إيش تقصد بهذا القول؟ خيارات تغير وتستبدل ذهبها ولا تلمع وتخلي ذهبها يا برق ولا تكمل سعرها؟ تمم ولا تكمل سعرها او تثمن يمكن تثمن تثمن بس ما اعتقد الثالثه. ها ما اعتقد. لا تلمع تلمع خليه يبرد. ثبت 100 دينار لك من شركة بتلكو، تستاهل فعلا. تقول السيدة البحرينية بروح اشور ذهبي بروح ألمعه. اي طبعا. مواصل معنا عبد الله ان شاء الله. ان شاء الله اكيد على الله. شوف إن شاء الله. يعني سؤالك بعد بيكون ان شاء الله في الذهب وهذه الامور. تمام ان شاء الله. ان شاء الله خير ان شاء الله. توكلنا على الله. توكلنا على الله في كل شيء. عبد الله تقول لك في ام بحرينيه تقول حق بنتها، ها تقول وحليلها حلت لها والعافيه دنت لها وحليلها وتقول وتراطن البلبول وتقول له يا يبا صب لي كتب وحيول. سمعتها؟ اي نعم. سؤالي الحين شنو المقصود بالكتب؟ اعيدها لك شي على السريع. عيدها عيدها. وحليلها حلت لها والعافيه دنت لها وحليلها وتقول وتراطن البلبول وتقول له يا يبا صب لي كتب وحيول. احنا بنعرف شنو المقصود بالكتب. بعطيك انا خيارات عبد الله تمام؟ الخيار الاول خلينا نشوف الخيارات. هل هي حليه للساعد او حليه للشعر او حليه للرقبه؟ بس يا ريت تقصر على صوت التلفزيون عبد الله. الوقت بيمشي معاك. سمعني من التليفون عبد الله. هل هي حليه للساعد؟ بس عشان اشوف الخيارات. الخيارات الله. حليه للساعد، حليه للشعر او حليه للرقبه؟ هي احلى على الشعر اتوقع. عبد الله الوقت يروح. يعني للشعر ان شاء الله. خليني اثبت لك عبد الله. نثبت. ثبت. مبروك عليك. 300 دينار مقدمه من شركه بتلكو. بس عبد الله الله يخليك، ها قصر صوت التلفزيون لان كذي الوقت يروح عليك حرام. ان شاء الله ان شاء الله. عبد الله خلينا نشوف صوره الكتب وراجعين نتواصل معاك ان شاء الله اسئلتك. شوف هذه الكتب اللي تنحط على الراس. وطبعا ايش قلنا احنا؟ الحيول معروفه حق الريل اللي تطلع صوت. اي نعم. يا سلام. طبعا عبد الله اكيد بتواصل معانا ولا بتنسحب عند 300؟ والله ننسحب شكلنا افضل. ناخذ المضمون. هو اللي احسن. المضمون. اي نعم. إيه انا نعم. بعد إيه اقول نعم. لك يا إيه حبيبي نعم. راح النصيف سالم. اي والله اي والله. اي عليك بالعافيه. يعطيكم العافيه ان شاء الله. والله والله يعودنا وياكم ان شاء الله افضل من هاي الحال ان شاء الله. امين يا ربي امين. تستاهل عليك 300 دينار المقدمه من شركه بتلكو وفوقها ال 150 دينار من العطور المقدمه من شركه الحواد. يا سلام عليكم. طبعا مشاهدين بنكمل معاكم باقي الاسئله والاتصالات ولكن خلونا ننتقل للعريش وراجعين لكم. We'll be right back.
متواصلين معاكم مشاهدينا من القرية التراثية وبالتحديد سوق المنامة. وقبل شوي كنا في العريش وهالأجواء الطيبة، واليوم ما شاء الله الجو وايد حلو. ولا الجو شرايكم؟ حلو ما شاء الله، ما نحتاج حتى اي سي اليوم. إيه اليوم الجو ما شاء الله ما شاء الله، اللهم لا حسد. اي والله الحمد لله، الهوى اللي يرد الروح. اي والله صدقتوا. متواصلين مع اتصالاتكم ومعانا على الخط أطياب. ألو مساء الخير يا أطياب. مساء النور، يا هلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا فيك، مبارك عليك، ما بقى من الشهر. علينا وعليكم مبارك. أطياب انت من وين؟ من وين في البحرين؟ أنا من بوري. من وين؟ فيك بوري. من بوري، والنعم فيك يا أطياب. حياكم. أطياب، دوم قبل شوي كنا في العريش، ودي أسألك ايش تفطرتي اليوم؟ ايش تفطرت؟ خيرات الحمد لله. لا شنو؟ ريد. ايه وجيمات وهذا. بالعافيه بالعافيه، هني هني ان شاء الله تكوني مستعده حق المسابقه. يلا ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. عاد نبيت شوي كذي حماس تكونين معانا. متوتره شوي. ليش متوتره؟ شيلي عنك التوتر، معاك احنا موجودين ان شاء الله. لا تحاتين باللي نقدر عليه ان شاء الله. خلاص نبتدي. نبتدي نروح حق الغاليه ام هلال. ما دام انك مستعده وتركي عنك التوتر يا اطياب، اسمك من احلى الاسامي. اي والله ما شاء الله عليك. انت احلى. اي فنشوف الديره وين بترسيك. يلا يا الديره. قولي يلا الساريه يا اطياب. يلا الساريه يا اطياب. على بركات الله. يا رب ان شاء الله، اذا مكتوبت لك ان شاء الله بتصير باذن الله. ان شاء الله باذن الله. شكلها بتصير ما ادري. يا رب. شكلها. لا يلا ما عليش. في الياه تعرفين وين يا طياب؟ في الشرق. في الشمال. شمال. أيوة في الشمال، بس لا تحاتين على قولة نيلة، مو بهذه سؤالك. سؤالك إن شاء الله بيكون في الألغاز الشعبية. جاهزين؟ جاهزين. يا سلام عليك. سؤال يقول لك، من هو اللي يرقد ولابس جوتي؟ هذه هو سؤالي. ها عنده 30 ثانية وايد سهل. أنت شفتي مقدمة السارية؟ طلع تمام. احنا شفنا في المقدمه يمل، وشفنا شنو؟ حصان. شنو؟ حصان. خلينا نثبت على الحصان. خلينا نثبت. يا سلام عليك، 100 دينار من شركه بتلكو من صوب. الحمد لله حاولت اساعدك. الحمد لله. تستاهلين. تستاهلين كل خير. تستاهلين. مواصله ان شاء الله اطياب. ان شاء الله. ان شاء الله ما فيها خساره. عاد الحين ام هلال همتك مع اطياب. ان شاء الله. ايه السؤال يقول يا اطياب، خليك معاي منتبهه تركي عنك التوتر. انزين شيء قطيته من فوق وما انكسر، طقيته بيدي وانكسر انفشق. ها شنو؟ نعم البصر. البصل. ثبت وانت صح. 300 300 دينار من شركة بتلكو. بتلكو تستاهلين. يا سلام يا أطياب. أطياب هلا، بتواصلين معانا ولا بتكتفين بال 300؟ والله خلي تتوكل على الله، يعني ان شاء الله ما تدرين. ها اذا متحمسه. اذا ان شاء الله سهل. اتوقع سهل ترى. شوفي هو سهل، يعني هذه اللغز يتردد وايد عند البحرينيين. اذا انت شاطره في الالغاز بتعرفينه. على الله. 20 ثانيه ان شاء الله تعرفينه. ما في خيارات. على بركات الله. ما في خيارات، وان شاء الله يا رب ان تعرفينه. نواصل ان شاء الله. ان شاء الله. يقول لك، اول زماني لولو ابيض، ثاني زماني زمرد اخضر، ثالث زماني ياقوت احمر وكهرمان اصفر. شنو هو؟ الرطب. الرطب. ثبت. يا سلام ثبت. يا سلام عليك يا أطياب. ما نقيت ما نقعد أقول ترى سهل. 500 دينار حتى تشوفي قبتات دودة. 500 دينار مقدمة من شركة بتلكو، وفوقهم 200 دينار عطورات مقدمة من شركة الحواج. تستاهلين. مو طبعا عشان كذي نقول إذا الله يسلمك يا طياب. إن شاء الله استانستي. الحمد لله استانست. مبروك عليك. مبروك عليك.
ما عشان كذي احنا ساعات نقول اذا كنا حاسين ان السؤال سهل والجواب سهل نشجعهم، بس اذا احنا مترددين وخايفين نخاف انهم يخسرون الثلاثة. خصوصا على ما قالوا الاسئله الاجوبهم عندنا خصوصا الثولة. يا سلام. عيال خلونا ناخذ اتصال جديد ومتسابق جديد معانا عبد الكريم، نقول له مساء الخير. هلا الشيخ مساك الورد. هلا وغلا، شلونك الغالي؟ الحمد لله يسعدك. بارك عليك ما تبقى من الشهر، احنا بخير دام ان انتم تتابعونا ومستانسين معانا. عساكم بخير يا رب ان شاء ربي الله. انا تبعكم والله من الدوام والله. يلا حصلت الشوشه. يلا ان شاء الله وانت في الدوام تحصل يا ساريه او تفوز معانا. من وين عبد الكريم؟ منها كلها باذن الله. من وين عبد الكريم؟ انا من رفعت. النعم فيك. نعم. يا الغالي نقول ان احنا جاهزين ان شاء الله ونروح عند ام هلال. نروح حق ام هلال. يلا نروح عند الغاليه. خلك معنا وبركات الله ثم بركات الشغل، الله ييسرها لك ويرزقك. انت جاهز؟ بحاول من الشر بس بلداننا يا ام هلال. امين. انت جاهز؟ نشوف الديره وين بترسيك. افترى يا الديره. يلا يا ربي يا رب يا رب. ما تدرين يمكن بعد ان شاء الله والله كنيبها. يلا ما عليش خير. مغيب مغيب. وين مغيب؟ عبد الكريم شرق. صح. سؤالك الاولي بيكون عند ام هلال. تعال مبارك يا ام هلال. ان شاء الله يبا ان شاء الله. مغيب غرب غرب غرب. انا بعت دوده. ما شاء الله عليكم. السؤال يقول في الزمن السابق هناك امرأة أجنبية تحمل على ظهرها سرة كبيرة وايد فيها يعني متروسة من احتياجات النساء. اوكي. كانت تنادي على وجودها معلنة يعني عن نفسها وشغلتها. شو تقول؟ أبار أبار أبار. ها هذه المرأة. إيه. ما هو لقب هذه المرأة؟ ها اللي تبيع. خياراتك على أم هلال. خياراتي يما فيه. الحيامة ولا الدلولة؟ ولا المشطة؟ يا واضحة واضحة عبد الكريم. حيامة ولا الدلولة ولا المشطة؟ ها؟ الحيامة. الحيامة ثبت. وانت صح يا عبد الكريم. 100 دينار مقدمة من شركة بتلكو. تستاهل. تستاهل تستاهل يا عبد الكريم. تستاهل. طبعا أكيد مواصلين حق 300 ما فيها خسارة. ما فيها خسارة. يقول لك سؤالك الثاني، يقول الفنان إبراهيم حبيب في أغنية كتبها المرحوم الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، شو يقول؟ لا حط لي مصوت يدوره في البحرين. تعرف الأغنية؟ لا والله ما تعرفها؟ الله يرحمه الشيخ عيسى بن راشد. الله يرحمه. زين أنا بقول لك الحين السؤال يقول من هو المصوت؟ تبي الخيارات على وزن أم هلال؟ يا ريت. أعطيك الخيارات. هل هو الدلال، المؤذن، ولا المنادي؟ لا ما شاء الله عليك. نادي بعد أزيد. ثبت ثبت. المنادي فعلا. المنادي يسمونه المصوت. طبعا هاي 300 دينار يا عبد الكريم مقدمة من شركة بتلكو. قبل ما ننتقل حق السؤال اللي عقبه خلى ام هلال شوي تسولف لنا على المصوت. المنادي والله لحقت يعني بصراحه عليه. نعم شفته. اي والله واحد يسمونه ابو جاسم. يا سلام. كان ينادي بس ما لحقت على اللي نادي على الاوادم. لحقت على واحد كان اللي ضاعت وانتم بكرامه العنز والذي تدرون يعني الاوادم الاول كل بيوتهم متروسه هوش وقنام وبقر. نعم. يا من شاف العنزه جزاها الله خير رحمت الوالدين. يا من شاف هالعنزه جزاها الله خير يا رحمت الوالدين. فشفته وكنا بعد نروح وراه نساعده. يا سلام. يعطيك العافيه يعني معلومه جدا جميله بعد عبد الكريم. اسمع سم الله عدوك عاد تشوف أنا خيارات ما عندي.
زين والجواب بعد ما عندي وهم عطوا خيارات وكل واحدة ما شاء الله مطت لك في الجواب بس اذا لك بعد ما يحتاج شوف الغالي اذا لك في البحر انا عشان اسهل لك اذا لك في البحر والحرف والمهن ان شاء الله انه يكون السؤال سهل عليك نجازف مع بعض الغالي توكل على الله توكل على الله نقول بسم الله الرحمن الرحيم ويا رب ان شاء الله تعرف طبعا في حرفة بحرينية قديمة يسمون محترفها الحظار تمام؟ تمام شنو يشتغل الحظار؟ أتوقع سهل عبد الكريم ها؟ الحظار 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 بيكون عندك إن شاء الله اللي بار الحضور يعني؟ أيوة اللي يصيد شيء اللي يصيد إيه يا سلام خل نثبت خل نثبت ثبت نعم مبروك عليك الخمسمية عبد الكريم تستاهل اللي يصيد السمك بواسطة الحظرة مبروك عليك الغالي تستاهل إن شاء الله متونس الحين وانت في الدوام يا ما يحتاج يا سلام أشوى بيضنا الوي معاك الحمد لله الحمد لله مبروك عليك الخمسمية دينار المقدمة طبعا من شركة بتلكو 200 دينار مقدمة من مجموعة الحواج إن شاء الله ألف مبروك خلنا نشوفها مع بعض الصورة صورة الحظرة ذي ها الحظار موجود هذه الحظار يا كانت مهنة جميلة هي مهنة ويبي جميلة ويبي لها رجال ما شاء الله لين قالوا لين إذا مثلا الوحدة اللي رايلها يباري الحضور صار مريض ترى تروح المرأة البحرينية تباري الحضور هي تباري بدل زوجها ما شاء الله فلشته أنا وحدة قالت لي فلشته تقول أحط على ينبي خيشة تقول إذا زوجي صار مريض والحضرة لازم نروح وقتها نباريه ما شاء الله صور يعني المرأة البحرينية مكافحة من يوم مكافحة من يومها يا سلام ما شاء الله عليها يا سلام, يا سلام عليهم يا سلام عليهم هل البحرين كلهم والحرف والمهن كلها والصراحة مستمتعين وإحنا نشوف أو نتعلم عن هذه الأشياء اللي صحيح. كانت موجودة في موروثنا وإن شاء الله يا رب نحافظ عليها في البحرين يا رب مشاهدينا متواصلين معاكم أكيد لكن خلونا ننتقل للعريش نطمن على الغبقة وراجعين نتواصل بإذن الله ما شاء الله خوش نجاب ام هلال ها يا
يا سلام سلم سرحتي انت، انا شفت سرحتي معه. شفت السواطر؟ يا شفت السواطر، بنعطيه حق نايل ان شاء الله. خلوني بعيد، روح بعيد وتعال سوالف. ازيد على العيش وذني نازل. لا متهتمله. يا سلام متهتمله. جايبه. يا سلام. يا ذي عاد علشان تطلع المخ إيه؟ بس تحط السكاريب ماله. يا سلام بس تسمع الصوت الطق بس. ان شاء الله خير طبعا وبنستمتع بوجبتنا وغبقتنا اليوم، ولكن مشاهدينا خلونا نشوف سؤال مسابقة السيارة مرة ثانية معاكم وراجعين نتواصل. رغم تقدم العلم وتوفر الوسائل الأخرى لعمليات الغسيل، لم تتغير الطريقة البدائية لغسل الثياب لدى هؤلاء الدوبية الذين تعودوا غسل الملابس في العين الواقعة في منطقة الخميس. ولقد دأب الدوبية على نشر غسيلهم إما على الأرض أو بتعليقها على حبال مربوطة إلى عصي خشبية ومثبتة بطريقة تستطيع معها تحمل رياح الشمال إذا هبت. للدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية، أرسل كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS عبر الأرقام التالية: باتلكو 94444، زين 94499، STC 88880. تكلفة الرسالة 500 فلس. ما شفتوا مشاهدينا الفيديو اللي عرضناه، هذه هو سؤال مسابقة السيارة، كل اللي عليكم ان تعرفون اسم هالعين ويوم الجمعة تجاوبون لنا على هالسؤال. اما الحين ام هلال وين نروح؟ فاصل نعم ونواصل. يا سلام. للمشاركة في برنامج المسابقات السارية الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.السارية.tv وتسجيل البيانات المطلوبة، الاسم الثلاثي، رقم الهاتف والرقم الشخصي، ثم الضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. للمشاركة في برنامج المسابقات السارية الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.السارية.tv وتسجيل البيانات المطلوبة، الاسم الثلاثي، رقم الهاتف والرقم الشخصي، ثم الضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. We'll be right back.
متواصلين معاكم مشاهدينا مسابقات السارية واتصالاتكم، وإن شاء الله يا رب كلكم تكونون جاهزين تاخذون الخمسمية يا رب إن شاء الله. ما حد يطلع زعلان يا أم هلال ولا متضايق من عندنا يا رب. يا رب. طبعا بناخذ اتصال جديد ومعانا محمد يحيى. لو مساء الخير. مساء الخير. مساء الورد، شلونك؟ الله يحييكم. طمنا عليك، شلون أمورك؟ نحمد الله على كل حال. الحمد لله رب العالمين. شلون البرنامج معاكم الغالي؟ يا اخي جدا ممتاز الحمد لله. متونسين معانا؟ سام متونسين معانا ان شاء الله؟ مستانسين؟ ابدا، متجمعين حوالي التلفزيون انا والاحفاد والعيال. الله يخليك. يبا انت من وين؟ انا من السيتين. سلمكم. والنعم فيك بالبسيتين كلهم. يبا ان شاء الله جاهز نروح حق ام هلال الغاليه حق الديره. توكل على الله. يلا يلا يبا محمد نشوف. يا هلا ويا مرحبا، حياك الله. حياك الله يا ام هلال. الله يحييك. جاهز ان شاء الله ومستعد؟ على الله ان شاء الله. توكلنا عليه وامنا به. نشوف الديره وين بترسيك. افتري يا الديره. افتري. يلا يا يبا محمد نشوف. يلا الديره. يا سلام. الحمد لله. مبروك يا يبا. تستاهل 500 دينار. شكرا. من لجنة رياضات الموروث. يا سلام عليك. تستاهل كل خير. تستاهل كل خير. وعسى هالفرحة دوم يا رب. إن شاء الله. الله يسلمك وعيالك وأحفادك إن شاء الله. يا رب ما قصرتوا. راضي على إني يبا محمد؟ إيه. كل الرضا. يا سلام عليك، تستاهل كل خير، تستاهل كل خير. والله والله فالكم علينا طيب يا حبيبي. دوم إن شاء الله يا رب. الحمد لله. ويوكم ويوكم إن شاء الله طيبين. الحمد لله. بارك لك الدنيا حبيبي. اهم شيء انتم تكونون مستفيدين من المعلومات اللي احنا نقدمها وعاجبتكم حبيبي. المهم يبا عليك بالف عافيه ومبروك عليك السياريه، تستاهل كل خير. عندنا مكالمه جديده نقول الو. مساء الخير يا سميه. مساء النور. يا هلا. يا هلا ومرحبا فيك، مبارك عليك مبدا من الشهر. علينا وعليك وعلى جميع المسلمين حبيبتي. اللهم آمين. آمين يا ربي. سمية شلون شفتي المسابقة؟ شلون شفتي أسئلتنا؟ إن شاء الله مستفيدين منها وعجبتكم وخفيفة عليكم. والله جدا جميلة وحلوة. رب العالمين. الحمد لله. وفيها أشياء يعني تذكرنا بماضي وايد وايد حلوة. إن شاء الله أنتم على القوة. إن شاء الله يا ربي. أنا أستانس إذا تقولون تذكرنا بالماضي. صح. لان فعلا يعني هذه فعلا الهدف اللي احنا نبي نوصل له، نبي نرسخ الماضي في ذاكره عيوننا. لازم يعرفون هاي الاشياء. فعلا فعلا كلامك صحيح. ان شاء الله تكونين جاهزه حق مسابقتنا. اول شيء انت من وين؟ من اي منطقه في البحرين؟ انا والله من رفاع العز. والنعم فيك واهل الرفاع كلكم. ان شاء الله مستعده؟ باذن الله ان شاء الله. باذن الله. اذا انت مستعده نروح حق الغالي ام هلال. انت مستعده باذن الله وجاهزه؟ نشوف الديرة عيني وين بترسيك. افترى يا الديرة. افترى يا الديرة حق سمية. يا رب سمية سارية ان شاء الله. اسمع منك الكريم يا رب. يلا انت في القطب سمية. وين قطب؟ وين قطب سمية؟ لا تحاتي، مو السؤال بس ابغى اشيك معلوماتك. ما اعرف معلوماتي. نيلة سمية واللي سلمت يا سلام. شكرا عليك. حلو ثبتي على الجنوب. بس اهم شيء سمية سؤالك بيكون ان شاء الله في البحر. تمام؟ وي بعد لا لا ان شاء الله خير. لا تخافين ما بنغرق سمية، ما بنغرق ان شاء الله. باذن الله. سؤالك يا سمية، انت طبعا الحين عرفتي الديرة. الديرة هي اللي عندنا، الديرة هي الاسم الشعبي حق البوصلة، وهي مثل ما نقول صورة مصغرة من الأفق وما علاه من النجوم. أما النجوم الثابتة فهي اللي ما تغيب، أما النجوم الثانية فيعينون مطلعها ومغيبها. الحين سؤالي لك، شنو هو الاسم العربي للنجم ياه؟ الياه اللي احنا قلنا وين؟ شمال. ها؟ تذكرين الياه انتي صح؟ سمية معاي؟ بعطيك خيارات، احتاج الاسم العربي لنجم الياه، هل هو نجم الجدي او نجم الميزان او نجم الاسد؟ عنده ثلاث اختيارات ويا ريت سمية تقصرين على صوت التلفزيون، لان اسمع صوتك عقبي. ثلاث خيارات وبيبتدي معاك الوقت. سمية انا اول شيء تشكين في شنو؟ في وقت عندنا، تشكين في شنو؟ والله شنو شوفي انا برجي الجدي، انت شو تقولين؟
ثبت قولك نثبت نثبت على الجدي يثبت. يا سلام عليك سمية. نعم 100 دينار مقدمة من شركة باتلكو. تعال برجك شنو؟ برجي انا العقرب. لا بس علانة فس عليك من الجدي حصلتي ال 100 تستاهلين الخير. سمية الله يسلمك. نعم الله عليك ما يامر عليك لا عدو ولا ظالم ان شاء الله. عرفنا الحين نجم الياه. اي نعم. قلنا الديرة فيها الياه هي جهة الشمال. طبعا هو نجم ثابت ما يتغير ابدا بالنسبه للدول اللي في الكره الارضيه في الشمال النصف الشمالي ما يتغير عندهم لما تفتر الكره الارضيه نجم الياه ثابت. زين هو في ميزه ثانيه غير الثبات. سؤالك يقول ما هي الميزه الاخرى لنجم الياه غير الثبات؟ الميزه الاخرى الميزة الأخرى تعرفين ولا أعطيت خيارات؟ لا والله تفضل الخيارات. أكيد نقول حق الخيارات. ما هي الخيارات؟ يا هو أغرب نجم للكرة الأرضية. تشوفيني أنت؟ إيه أشوفه. أوكي زين. أكثر نجم لمعانا في السماء ولا أبعد نجم عن الكرة الأرضية؟ أقرب نجم؟ لا لا ردي تشوفيني. أقرب نجم للكرة الأرضية أكثر نجم لمعانا في السماء أبعد نجم على الكرة الأرضية. واضحة ها أكثر نجم لمعانا ثبت ثبت فعلا أكثر نجم لمعانا في السماء عشان كذي وهو ثابت والكل يقول يعني يستدلون فيه هو يشوفونه يقولون ها هذه الياه هذه شمال تالي يعرفون وين مغيب وين الغرب. يا سعد سمية مغيب وغرب قصدي ما طلعوا سمية 300 ضمناه مثل ما يقولون في المخبه. زين زين نروح على 500 مع ام هلال ايش قولك؟ يلا بنروح يلا بتوكل توكل على الله سبحانه. السؤال اول شوفي الصوره على الشوشه اوكي بعدين نسال باذن الله. بعض السفن الشراعية تمتاز بوجود ساريتين اللي هو اثنين دقل يعني دقلين واحد صغير والثاني أكبر منه لكن في هناك خمسة أنواع من الأشرعة تستعمل حق شدة الريح وسرعتها. الشراع الكبير يعني كلش يسمونه العود. السؤال ما هو أصغر شراع أنواع الأشرعة؟ ما هو اسم أصغر أنواع الأشرعة؟ 20 ثانية حبيبتي. إن شاء الله. ها ترى اسمه على اسم سيارة. الجيب احسن لي الجيب ثبت ما توقع يا على طول من قالت سياره يعني وضحت. سمية دينار مقدمه من شركه باتلكو بالاضافه الى 200 يعني مجموعه عطور ب 200 دينار من يوسف عبد الوهاب الحواج واولاده. بديت روحك يا ام بخيت ما قصرت. يا سلام عليك يا سمية. سمية خلينا نشوف هذا الفيديو معاك وراجعين ان شاء الله. مبروك عليك. الدقاره اثنين عندك الدقل العود وعندك الغيلمي. الغيلمي اصغر من العود يستعملونه اذا ما يبون يعني مساير بعيد يحطون الدقل شاع العود والغيلمي هاي يعني. والشرع خمسة أنواع عندك العود عندك الغيلمي عندك سفديرة عندك التركيت وعندك الجيب. من
بعد هذا التقرير الجميل اللي نأخذه طبعا عبد الله يعطيك الصحة والعافية على المعلومات الجميلة، خلونا ننتقل لآخر مرة إلى العريش، من بعدها إن شاء الله بنتواصل معاكم. على غبقتنا اليومية في برنامج السورية في العريش، وطبعاً ما قصروا واللي موجودين في العريش نسوان الفريج وهالطباخ الزين. نشكر مطعم داعوس الأكلات الشعبية على هالطباخ اللي معانا كل يوم. طبعاً نيلة نشكرهم، وقبل الختام خلونا نشكر مجدداً كل الداعمين لبرنامج السارية، وعلى رأسهم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الداعم الأول لهذا البرنامج، وأيضاً إلى لجنة رياضات الموروث الشعبي وكذلك شركة باتلكو على تقديمهم هذا الدعم الكبير لبرنامجنا. أيضاً ما ننسى شركة يوسف عبد الوهاب الحواج وأولاده وشركة إبراهيم خليل كانوا اللي قدموا لنا السيارة الأسبوع الثالثة بإذن الله إن شاء الله. طبعاً مشاهدينا هذه الختام وصلنا له، نقول لكم نلقاكم بكرة إن شاء الله في برنامج المسابقات الشعبي السارية في نفس الوقت الساعة كم؟ 10:30. يا سلام. 10:30 بإذن الله. تصبحون على خير. مع السلامة. مع السلامة.